نعمل الحديث أكثر عن هذا الموضوع وأكثر عن الأسواق العالمية. تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان السيدة لينا قنوع للحديث أكثر على هذا, وهي وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. نتحدث بداية عن أسعار النفط وكذلك بعد التصريحات التي قامت بها وكالة الطاقة الدولية وقالت بأن هناك تراجعات قد تصل إلى أكثر من 29 مليون برميل عن شهر أبريل الحالي. ما هي هذه التفسيرات وهل سنشهد تذبذب أكثر لأسعار النفط خلال الأيام المقبلة؟ بداية صباح الخير نهى ورندا. بالفعل أسعار النفط تراجعت بقوة في جلسة أمس بحسب ما ذكرتي عن تصريحات وكالة الطاقة الدولية, تتوقع أنه يكون في انخفاض ب 29 مليون برميل في شهر إبريل, ومدير وكالة الطاقة قال أنه ربما يكون هو إبريل الأسود. بالتالي يعني ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ارتفاعات 19 مليون برميل يوميا أيضا ساعدت في تراجع أسعار النفط. لكن باعتقادي أن أيضا تصريحات كمان أيضا من المكسيك أنها لن تقوم بخفض 100 برميل يوميا خلال شهري مايو ويوليو, وأنها فقط ستقوم بهذا الخفض خلال شهر مايو ويوليو, وبعد ذلك لن تقوم بالخفض حتى نهاية ديسمبر عام 2020. وأيضا ربما نتوقع أن أسعار النفط سوف تتأرجح بين ارتفاع وانخفاض, وخاصة هناك الكثير من المتداولين بدأوا يقتنعون أن شركات النفط سوف تتوقف عن الإنتاج, وبالتالي هذا سيضيف الإنتاج لمنظمة أوبك التي أعلنت عن الاتفاق بتخفيض الإنتاج ب 9.7 مليون برميل يوميا. بالتالي كل برأيي أسعار النفط سوف تتأرجح نتيجة ارتفاع في نتيجة تراجع وانهيارات في الطلب, وأيضا نشهد التخمة في المعروض. فبرأيي كل هذه الإجراءات إلى الآن غير كافية لإنقاذ أسعار النفط, فأتوقع أنها ستتأرجح بين ارتفاع وانخفاض في الفترة القادمة. نعم, لنعود أيضا لينا لنتحدث عن موضوع الذهب. يعني الذهب فعلا الأنظار إلى هذا المعدن إلى أي مستويات ممكن أن يصل؟ يعني توقعات حتى كانت متفائلة, قالت بأن المستوى قد يصل للألفين دولار. هل برأيك أن الذهب قد يجرب حاليا نوع من الهدوء في هذه المرحلة, وهل هو يعني قريب من أن يكسر الألف وسبعمائة؟ يعني مع التطورات التي نراها عالميا, يعني هل من صار قابل أن يكسر الـ 1700 دولار؟ نعم, أسعار الذهب أعتقد ما زالت هي الملاذ الآمن لكثير من المتداولين, وأنا أتوقع أن نتجه إلى مستويات 1800 نقطة. رغم تراجعات الذهب خلال جلسة أمس نتيجة البيانات السلبية, لكن كل العوامل داعمة للذهب. نتحدث أنه الاقتصاد العالمي ربما يدخل في مرحلة ركود اقتصادي عميق, وإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومات والبنوك المركزية ومعدلات الفائدة الصفرية, كلها برأيي تدعم أسعار الذهب. ولا أستبعد أن يكون هناك تذبذب في أسعار الذهب, يعني نلاحظ ارتفاع وانخفاض, لكن التوجهات فعلا أنا أتوقع صوب 1800 نقطة في الفترة القادمة, وربما أكبر من ذلك لأسعار الذهب. وأشكرك لينا قنوع. الذهب يعني بسبب الدولار أيضا أدى إلى بعض التراجعات نتيجة ارتفاع الدولار. نعم, أشكرك لينا قنوع وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. شكرا على كل هذه المعلومات.